أهلا أستاذنا، أستاذ حامد. أهلا يا مدام هالة، ازاي صحة حضرتك؟ حضرتك حضرت الحكم النهارده؟ والله أنا مش حضرت الحكم، أنا حضرت كل جلسات المحاكمة أيوة. للمهندس أسامة الشيخ، سواء في القضية الأولى التي حصل فيها على براءة مطلقة شديدة النصاعة، وأيضا على جلسات هذه القضية. هو الحقيقة أنا كنت فهمت إنه حين حصل المهندس أسامة الشيخ على البراءة في القضية السابقة قيل إنها ستربط القضية الحالية بهذا الحكم، وكنا متوقعين براءة. الحقيقة ودون أن يعتبر ما سأقوله تعليقا على حكم القضاء المصري طبعا لا نستطيع بالكامل، أن يعني أنا لا أعلق نناقش على أحكام الحكم. القضاء المصري، لأننا نحترم القضاء المصري ونؤمن بدوره نعم، فأنا لا أعلق على ومصداقيته. حكم القضاء المصري اتفضل. النزيه، لكن دعيني فقط يعني أبرر ما حدث في قاعة المحكمة ماذا حدث؟ من ردة الفعل المصدومة أيوة. من عدد كبير من أقارب المهندس أسامة الشيخ الذين جاءوا من كل مكان، ومن الذين عملوا معه والذين أعطاهم المهندس أسامة الشيخ طوال حياته المهنية الفرص تلو الفرص للظهور في وسائل الإعلام المختلفة، كلهم جاءوا، فكانت صدمتهم بقدر ما كانوا على يقين من انتظار براءة محتومة. البراءة بالنسبة لهم لم تكن مستبعدة نظرا لأنهم جميعا حضروا جلسات التقاضي في هذه القضية، وشاهدوا بأنفسهم يعني ما يؤكد أن الموضوع شبه منتهي عندما تقدم الأستاذ الصحفي مصطفى بكري وهو مقدم البلاغ الأساسي في هذه القضية وفي القضية الأخرى، وأعلن أمام هيئة المحكمة أنه أبدا لم يكن يقصد المهندس أسامة الشيخ، وأن بلاغه في الأساس كان موجها إلى الوزير السابق أنس الفقي. عندما وقف أعضاء شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة من موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتحولوا من شهود إثبات إلى شهود نفي، وهو ما أشارت إليه كل وسائل الإعلام المصرية المكتوبة والمسموعة والمرئية في خلال فترة التقاضي، فهم جميعا أكدوا أن الأرقام التي صدرت في التقرير الممهور بتوقيعاتهم هي أرقام تقديرية، وأنهم ليسوا متخصصين في الشؤون الفنية. أي مش هنقدر نخش في تفاصيل القضية للأسف. لا، أنا لا أدخل في تفاصيل القضية، أنا أدخل في وقائعها ولا أعلق على الحكم، لأنه بالتأكيد هناك مرحلة ثانية وهي مرحلة النقد. هيحصل نقد بقى نعم، لأنه النقطة الأخرى أن هناك قاعدة قانونية تقضي بعدم التعارض بين الأحكام القضائية، وهذا كان أمرا آخر جعل الذين حضروا جلسة اليوم واثقين إلى درجة اليقين من أن البراءة هي المنتظرة. ولهذا كان رد فعلهم إلى حد كبير هو رد فعل المصدومين، رغم أني لا أوافق بالمرة على ردود الفعل الانفعالية داخل قاعات المحاكم احتراما. سؤال انا عايز اسال حضرتك عليه، هو يعني كيف تم ضم اسم المهندس أسامة الشيخ الى القضية مع ان المبلغ الاستاذ مصطفى بكري قال انه ملوش علاقة؟ ما حدث انه الاستاذ مصطفى بكري في بلاغه يعني ايه ملأ البلاغ باتهامات كثيرة ما بين السياسية والفنية وغير الفنية، فبعض الأشياء عندما سئل طب ومن المسؤول مع وزير الإعلام، فقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفته، لأنه هو الذي يوقع عقود مثلا الإنتاج المشترك أو شراء المسلسلات وما إلى ذلك، لكنه جاء وأوضح أمام المحكمة أنه يعلم قيمة أسامة الشيخ، ويعلم أن مجرد وجود أسامة الشيخ في هذا المكان كان تضحية من جانبه بأشياء يعني أكبر بكثير، ولكنه كان يضحي من أجل الارتقاء بمستوى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.
شكرا استاذ حامد، ونامل ان شاء الله في النقد انه يحصل المهندس أسامة الشيخ على حقه بإذن الله. أنا لي فقط نقطة أود أن أختتم بها هذه المدخلة في برنامجك المشاهد، وعلى فكرة أنا بنتهز هذه الفرصة الأول عشان أرحب بعودتك إلى مصر، لأنه لم تتح لي الفرصة لتوجيه هذا. شكرا. إنه أنا أتمنى ألا يكون هناك تأثر للقضاء المصري ولا للنيابة المصرية ولا لأي من يملك السلطة البت في مصائر البشر بحالة من حالات الفوضى العارمة.